السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا اصحابي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ بصوا النهاردة انا عاملة ايه للنينجا، النينجا بتاعتنا. بصوا طبعا انا حاساها مش راضية تاكل، يعني انا حاسة ان هي مش راضية تاكل، فدخلت عملت سيرش ان انا ازاي اعرف اكلها وكده، وهي كسلانة، يعني حاساها كسلانة شوية. فقريت ان هي لازم احط لها مية وحاجات كده. بصوا بندق، بصوا بندق، ما تفتكروش ان انا سايبة بندق، بس حبيبي عينه تعبان مش عارفة من ايه، هو يعني تقريبا كيتي خبطاه في عينه، وحطيت له قطرة دلوقتي، كانوا بيلعبوا سوا وكيتي خبطته في عينه. بصوا بقى السلحفة بدأت تتحرك اهي اهي، بصوا عمالة تتمشى ازاي اصلا. نينجا، حاطين اكل على فكرة، احنا حطيناها جرجير، يعني بصوا عشان حتى يعني تاكل. جرجير حلو بس طبعا يعني انا لما قريت عرفت ان ما ينفعش المية تتعدى رقبتها، يعني عشان تقريبا ما تخنقهاش او عشان التنفس بتاعها، فانا بحاول يعني ان هي تتحرك شوية وان انا اشوفها تاكل ولا لا. انا بحاول، بصوا اهو، يعني انا حاطه لها جرجير اهو. كل نينجا، نينجا جو، نينجا جو. لا مش راضية تاكل يا توتو، ليه؟ مش عارفة تفتكر ليه. دي تور. ليه يا بودي؟ شبعانة؟ ماما دي تور. حاضر، على فكرة يا أصحاب أنا كنت حطلها كابوتشي، كنت عاملة كابوتشي لها كده زي يعني جايبه لها طبق كبير كده، بس لسه عايزه اعمله نجيله بقى وحاجات كده، ولسه عايزه احط لها فيه شويه حاجات يعني عشان يبقى بيت خاص بيها. طبعا قبل ما يعني احنا عمالين بنتكلم كده ونسيت اقول لكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لي رايكم في الفيديو. سبوندو نايم اهو، بس عايزه برضو انا يعني من شويه لما شفت عينه كده حطيت له قطره، وهعمل له كمادات ميه دافيه كده عليها، بحيث ايه ان انا يعني اطيب له عينه شويه، لان كيتي خفتت هيلو كيتي خبطته في عينه الصبح، فهو بقى ايه عينه قفلت شويه. فزي ما انتم شايفين كده النينجا عماله تتحرك اهي. ايه ده؟ عملت بيبي. ايه ده؟ عملت بيبي في الميه يا كي. اهي عملت بيبي في الميه. ياي كده هتاكل على ما اعتقد، صح يا اصحاب ولا ايه؟ صح، يعني على ما اعتقد ان هي كده هتاكل، يعني هي مش راضيه تاكل خالص، مش عارفه بصراحه. انا مع اني حطيت لها كابوتشي وقطعت لها خيار، بس برضو بحس الاكل زي ما هو. وقريت برضو ان هي لازم تطلع في الشموسه شويه. تعالي كده، تعالي تمشي اهي. بصوا هي بتحاول تتمشى، انا حاطه لها الاكل في الميه، لان برضو قريت ان لازم الاكل بتاعها يبقى فيه ميه، يعني مترطب بالميه كده. حفة السلحفه مالها؟ ماما اديها تور. اوديها للدكتور ليه؟ ما هي كويسه. لا لا، اهي اهي. بص يا بابا. نعم اديها تور. حاضر، التنمية. بندق نايم اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انتوا عارفين هو في الوقت ده بيحب ينام شويتين تلاتة كده. كيتي فين؟ نامية. وكيتي مؤذية اهي، كيتي مؤذية اهي، شايفين كيتي؟ تفتكروش الفيديو النينجا بس يا اصحاب، نينجا جو. بصوا طبعا هي عماله تتمشى وتتدنجل في الميه، فرحانه بالميه ومستمتعه جدا جدا جدا. بس برضو عرفت
ان هي ما ينفعش تكلم صح؟ تتكلم. ده عملت بق 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 بق. طبعا بصوا فتحت بقها. فين؟ والله يا توتة فتحت شوية، بس هي مستمتعة بالمية. بتتزحلق. بصوا يا سكر. اوي يا خراجي. طبعا احنا حاطين لها الاكل زي ما انتوا شايفين كده يا اصحاب. هي عماله بقى تتفسح كده. بصوا كيتي كيتي، بصوا بتبص عليه ازاي. بتبص على نينجا. كيتي 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 كيتي. كيتي ده نينجا عمال بتحاول تطلع كده. اولا انا مش عارفه هي ولد ولا بنت، بس يعني الحد اللي جايبها لي بيقول لي هي بنوته، فقلت اسميها نينجا. بما انكم يعني مش قلتوا لي في الكومنتات اسميها ايه، فانا خلاص بقى قلت خلاص اسميها نينجا وخلاص. بصوا كيتي، بصوا عليها ازاي. السلحفة مبسوطة جدا على فكرة بالمية، بس على فكرة المية دي مش كل يوم. يعني انا قريت ان هي لازم تفضل يعني مرة واحدة في الاسبوع، ان احنا نعمل لها كده زي انتعاش، يعني تنتعش بالمية. اهي عمالة تتفسح بقى ومبسوطة جدا. كتكوتة قاعدة جنبها اهي مراقباها. كتكوتة بصوا بتحرك ديلها ازاي. بصوا شايفين بس عاملة ازاي. والله يا جماعة السلاحف دي قد ايه برضو جميلة وسو كيوت جدا 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 جدا، وانا حباها قوي على فكرة. انا بعشق السلاحف. بس كده غلط، سوري. بص عايزه عماله تحاول تطلع، بس انا خلاص يعني 10 دقايق وهطلعه. على فكره هنشفها كويس علشان برضو ما تحسش ان هي سقعانه وكده، وبرضو هحاول احط لها البيت بتاعها في الشموسه شويه علشان ما تاخدش برد، يعني لان برضو الحيوانات دي بتتعب برضو. بصوا عايزه تطلعي، عايزه تطلعي اهي. بصوا صورتها لكم اهي صاحيه صاحيه. بصوا اهي بصوا تحاول تحرك ايديها اهي تلعب اهي. بصوا رجليها اهي، ان هي بتحاول دلوقتي ان هي خلاص بقى صحيت ومبسوطه جدا. يلا يا اصحابي حلوين، ما تنسوش تعملوا لايك للقناة وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو الفيديو عجبكم قولولي رأيكم في الفيديو. بحبكم جدا، باي باي.